مهندس شتورة، صدر في الجريدة الرسمية نظام مراقبة وترخيص الكلاب ضمن حدود أمانة عمان، والمفروض أنه بدأ العمل فيه من أول أمس من يوم الثلاثاء، فحدثينا أكثر تفاصيل عن هذا القانون. بالأول حبيت أنوه، هذا النظام مش نظام جديد. هذا النظام كان سابقا موجود ولكنه كان تحت مظلة قانون البلديات. وبعد ما صار في قانون خاص بأمانة عمان انسحب هذا النظام، يعني هذا النظام صارت تبعيته لقانون أمانة عمان. هذا النظام تقريبا نفس البنود اللي كانت سابقة موجودة فيه لما كان تابع لقانون البلديات، ولكن تم إضافة بعض التعديلات على هذا النظام حتى يتماشى مع بعض الملاحظات اللي كانت موجودة على النظام القديم، خصوصا أنه نظام ترخيص الكلاب كان موجود، يعني مش اللي كان موجود سنة 2016، كان موجود من عام 1952، فكان النظام نوعا ما قديم ببعض البنود، فتم إضافة بعض التعديلات على هذا النظام حتى يتماشى مع الوقت الحالي وحتى نكون قادرين على تطبيقه بشكل أفضل. حتى هذا النظام اللي صدر بالجريدة الرسمية قبل يومين تقريبا رح يصدر عنه تعليمات، هاي التعليمات رح تكون مفصلة لكافة البنود الموجودة في هذا النظام، وحتى تبين النقاط اللي ممكن يتبعها الموظفين في تطبيق هذا النظام، وحتى تكون واضحة للأخوة المواطنين في طريقة التعامل مع الكلاب الضالة، الكلاب عفوا المملوكة، وكيفية اقتنائها وكيفية بعض الممارسات اللي لازم تكون موجودة عندهم حتى نضمن سلامة وصحة الإنسان وسلامة وصحة الحيوان على حد سواء. نعم، إذا يعني إحنا عم نقول إنه اليوم في هناك رقابة بشكل أو بآخر، غير إنه إذا اقتناء الكلب، ويجب إنه أعتقد كمان واحدة من الأمور إنه يجب إنه مثلا إذا كان بعمارة السكان كلها توافق على اقتناء صاحب الكلب لكلبه، هناك أيضا رقابة على إذا هذا الكلب بيأخذ مطاعيمه، صحته كويسة، ما عنده أمراض، مزبوط؟ 100% لازم تكون هاي الامور موجوده اصلا سابقا، وبالاضافه لانه يعني نسعى دائما ان تكون هذا الكلب سليم حتى ما ياثر على صحه مقتنين الكلب، ولازم يكون في اشتراطات معينه موجوده في داخل كل منزل حتى نضمن انه هذا الكلب ايضا موجود في بيئه مناسبه. يعني بفهم من حديثك مهندسه انه هل هذا يعني انه كل شخص بده يقتني كلب لازم ياخذ رخصه من امانه عمان؟ الافضل انه يكون كل الكلاب مرخصه حتى نضمن ان تكون كل هاي الكلاب مراقبه ومضمون انها ماخذه المطاعيم اللازمه. وهذا الحكي على فكره ما كان موجود بالنظام، مش موجود، يعني استحدث النظام الجديد، هذا الحكي موجود في النظام القديم. موجود. موجود في النظام القديم ولكنه غير مطبق. مش غير مطبق، ما كان، كان لا يفتش على الاشخاص اللي عندهم كلاب انهم حاصلين على الرخصه او غير حاصلين على الرخصه. وهذا النظام الحالي الموجود حاليا سيتم صدور تعليمات تتبع لهذا النظام حتى تفسر آلية متابعة الأخوة المواطنين اللي في عندهم كلاب مملوكة حابين يسجلوها، أو كيف آلية التسجيل، كل هاي الأمور سيتبعها تعليمات حتى توضحها بشكل أكبر. طيب شو المشكلة اللي كانت موجودة اللي تطلبت يعني أنه يكون عندكم نظام خاص لأمانة عمان؟ يعني شو المشاكل الأساسية اللي مفروض هذا النظام يحلها؟ شوفي، إحنا مش أنه تطلبت وجود هذا النظام، هذا النظام كان موجود سابقا. نعم. يعني احنا ما استحدث هذا النظام حتى نعالج مشكله، هذا النظام كانت مظلته مختلفه عن الحاليه، وحاليا صار يتبع لقانون امانه عمان. حتى لما كان موجود تحت مظله قانون البلديات كان موجود ويخص العمل في امانه عمان، يعني كان في نظام ترخيص لترخيص الكلاب خاص بامانه عمان موجود تحت هذيك المظله. هلا ما بدي احكي لك شو المشكله اللي كانت موجوده، ولكن مثلا ما كانت موضحه شؤون رعايه الحيوان بعمليه الترخيص. بدي احكي لك عن الابعاد، الاساءه للحيوانات، لانه في كثير توصلنا ملاحظات وشكاوي للاخوه المواطنين لا مجموعه من الكلاب موجوده داخل منازلهم وتعاني من سوء رعايه. نعم. او انها بتمتلك فترات طويله خارج المنازل تحت الشمس بدون ما يتقدم لها طبعاً. اي انواع من هذا الحكي مخالف، ولازم يكون في له بند حتى احنا نتابعه. صح. بالاضافه لانه في عندك بعض الممارسات من المواطنين اللي مثلا كانوا عندهم كلاب، انها ممكن هاي الكلاب اثناء التنزه ممكن تتعدى على اطفال، ممكن تهاجم. هاي الامور لازم يكون في لها فصل، ولازم يكون صاحب الكلب موفر الادوات اللي من خلالها يتم متابعه الكلب من عدم الاعتداء على الاخرين. حتى بعض الاخوه المواطنين اللي كانوا يتمشوا بكلابهم مثلا وما كانوا يصير في تنظيف للفضلات اللي بتنتج عن الكلاب، هاي الامور تم معالجتها بهذا النظام، حتى انه كل حدا بده يتمشى مع كلبه لازم يكون هو مسؤول عن الفضلات اللي بتنتج عن الكلب. نعم. ويتم متابعتها. فهي الامور ما كانت واضحه ومبينه بالنظام الجديد، وتم تعديلها وتوضيحها، وسيصدر تعليمات توضحها بشكل اكبر منها. نعم، إذا ما هي الغرامة مهندسة اللي موجود اليوم لأي شخص
يعرض حيوان للأذى أو يخالف هذا القانون؟ تدرجة كحد أدنى هي 100 دينار والحد الأعلى 500 دينار كغرامات موجودة في هذا النظام، وسيتم أيضا صدور تعليمات توضح كل بنك في المخالفات شو آلية التعامل معه يعني سواء كانت عن طريق القضاء، عن طريق المتصرفية، عن طريق يعني كل التفاصيل والديتيل اللي الناس لحد الآن مش واضحة بالنسبة لهم، سيصدر تعليمات بتوضحها بشكل أكبر حتى يصير في عندك عملية التعامل مع المخالفين أو مع اللي ما بيطبق النظام بشكل صحيح واضحة وتكون وتطبق بعدالة على الجميع. سيصدر تعليمات توضح كل هاي البنود حتى يكون التطبيق أسهل وأفضل وفي عدالة تطبق على الجميع. شكرا لوجودك معنا مهندسة شتورة العدوان من أمانة عمان، شكرا لك.